السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما يهدليش بال غير ما افتحه، اقسم بالله ما يهدليش بال، لازم افتح حمو التخين ده واشوف الدنيا جوه عامل ازاي وهل يستاهل. طبعا وهو طبعا يستاهل طبعا، عشان بس نكون ايه واضحين، المعاصر مفيش ما طلعلوش بديل وملوش مقارنة وكل حاجة، ولكن هو في بعض السنين ضعيف، عشان برضو ايه نكون منصفين، هو في بعض السنين ضعيف. فمنا ما يهدليش بال غير ما اشيل سولفانتو، وعشان بضحي عشانكم بالاب والام والجنين وكل حاجة. وهنفتح بقى المعاصر واحد واحد، وانا لما كلها حواليا اهو. ده عايز اقول لكم الكتب دلوقتي ديت يعني كنز دلوقتي، الاسعار اللي احنا سامعينها دي، وتقيل كمان مش قادرة اشيله. نفتح بقى الغلاف، وعايزه اللايك، عايزه الكومنتات، مستنيه كومنتاتكم، برد عليكم كلكم والله، وببقى فرحانه جدا من الكومنتات بتاعتكم. عايزه لايك علشان خاطر يوصل لاكبر عدد من الناس اللي عايزين بديل للمعاصر. طبعا بديل المعاصر بيكون بني، وطبعا البني ارخص في السعر، عشان يشوفوا المعاصر هل يا ترى يشتروه ولا يشتروا البني. يعني ساعدهم على النشر حتى لو باللايك، علشان خاطر الاسعار غاليه جدا جدا. تابعوني، هفتح الكتاب وجاي حالا. انا هو فتحت كتاب المعاصر، اول حاجه لقيت المعاصر جايب لي 2 مجسمين كبار جدا، وجايب لي فيهم قصدي الدايجستيف سيستم اللي هو الجهاز الهضمي، والريسبيراتوري سيستم اللي هو الجهاز التنفسي. هو جايبهم لي كلهم بشكل مجسم، والمجسم ده طبعا حلو جدا، مش عارفه بيستخدموه ولا لا، بس يعني شغل جامد، يعني شغل جامد، شغله مش حلو يعني، مش اي كلام يعني. دي اول حاجتين طبعا مديني. اول حاجه دي بتاعه الانسرز، اهيت خلاص الجريت انزرز كلها، وبيعمل لي بقى حركه حلوه الجزء. انا حاسه ان انا اتصورت الجزء ده الفيديو ده قبل كده، مش والله ما انا فاكره. الجزء الخاص بالترجمه والترجمه بتاعه المصطلحات اهي اللي بتيجي في الكتاب. طبعا الكتاب كل ده بيجي مع الكتاب، بيجي معاه كمان اللي هو ده، وهو ده اللي هو زي كتاب الواجب يعني. ماشي، احب انا اتكلم بالعربي قوي، النبي عربي كده. كتاب الواجب اهو، هو مقسم لي المنهج اهو، مقسمه لي، وهنا مديني على كل ليسونز اهو الاسئله بتاعه كل ليسون اهو. طبعا الكتاب انجليش صرف، مفهوش حرف عربي اهو اهوت. دي حل على الليسون 2، لا الليسون 3، لا الليسون 4، تمام. وكل ده عبارة عن جزء الواجب يعني، تمام، الجزء اللي احنا بناخد منه الواجب اهو، تمام. وكمان جايب لي اللي هي امتحانات المحافظات، يعني كمان جايب لي امتحانات المحافظات اهو، تمام. ده الجزء اللي هو الثاني مع الكتاب. تعالوا نفتح المين بوك بقى والكتاب الرئيسي ونشوفه. طبعا خامة المعاصر زي المجلة يعني، احنا كأننا بالظبط بنفتح مجلة. هنا قسمني هو التشابترز، هو حوالي 6 اجزاء او 6 يونت، وحدتين، والكتاب من جوه هو مقسم المصطلحات، وشارح اهو الدرس، تمام، شارح الدرس اهو، وجايب لي عمو البطريق، والبطريق الرجلين بتاعه والكف بتاعه والشرح بتاعه من جوه اهو. طبعا المعاصر يعني لا يدعم الترجمه العربيه، ولكن الكتاب اللي معاه، الكتاب اللي هو فيه المصطلحات، هو ده الكتاب اللي بيساعد على الفهم وكده، والمدرس بقى، تمام. عكس البني خالص خالص خالص، البني كل جزء جايبهولي بالشرح العربي، وجايب لي مصطلحات، جايب لي سؤال وإجابة. يعني البني بيسهل الدنيا شوية، ولكن المعاصر فيه مدرسين كتير جدا، والأغلبية العظمى ما بتشتغلش غير منه. ده شرح المعاصر اهو يا جماعة. طبعا الكتاب حاجة ممتازة وفخيمة جدا، ولكن ما بيساعدش ولي الأمر. يعني عايز حد يكون حد يكون جامد يعني. المعاصر يا جماعة عامل كل الأجزاء دي، المعاصر عامل 265 جنيه، تمام، نازل من حوالي 10 أيام. ادعموني وعملوا لي لايك والشير علشان خاطر الناس تشوف كتب الجديدة. طبعا محدش هيعرف يفتح الكتب السلوفان دي ويضيع فلوسه وشقة عمره غيري، فهفتح لكم بقية الكتب، تابعوني.